هلا نعمل كومبوزيشن جديد من هاي الكبسه الكومبوزيشن نكبس نختار الدقه خليها 1080 مثلا 30 فريم هون ما بدنا كثير وقت بكفي 10 ثواني نكبس اوكي هلا اول شيء بنجيب سوليد بنروح على اللاير نيو سوليد نختار اللون ابيض نكبس اوكي كمان نجيب السوليد الثاني لاير نيو سوليد نختار لون ازرق فاتح او غامق شوي هيك هلا مثل المره الماضيه كمان بنعمل له بالماسك وبنروح على الفيدر هلا صار عندنا هون ماسك كبسنا عليها كبستين عمل ماسك نرجع نعيدها نروح على اداه الماسك هاي نختار الدائره هاي الدائره بنكبس كبستين ورا بعض بيعمل ماسك لحاله هلا من جنب كلمه ماسك هاي الاد بنساويها سبتراكت نكبس عليه طلعنا القائمه بنساويها سبتراكت هلا بنروح بنكبس اف الفيدر مشان الحواف ومنعلي الفيدر لل 680 700 هيك شيء ايه هلا بنجيب اللوجو تبعيت المركز الرواد موجود هون كملف فوتوشوب بدنا نحوله لكومبوزيشن نكبس عليه بالكبسة اليمين يا ايه ايه هو لما يكون لحاله اما نزلت انا اثنين قام نزلوا ملف فوتوشوب لحاله في اي مثلا مين الاحسن؟ لا هذيك بتوفر وقت تمام يلا هلا اذا ما كانت محوله نكبس الكبسة اليمين ريبليس فوتاج وذ لايرد كوم تحولت لكومبوزيشن هلا هلا منزل كومبوزيشن تبعت اللوجو لتحت بنحط رقم من فوق هلا بنكبس عليه كبستين مشان نروح الخلفيه البيضة اللي وراه تمام هلا فتح عنا كومبوزيشن جديد تبع اللوجو بنشيل هي الباك جراوند البيضة بنشيلها هلا من هون رح ناخذ طبقات اللي بدنا اياها ونشيل الخلفيه هاي الخلفيه الباك جراوند ما بنقيها بنختار فينا نشيلها ايه بنشيلها ورح نختار بس هدول اللوجو ما بدنا الخلفيه هلا بنختار البقايا بنكبس عليهم كنترول سي كنترول سي بنروح على الكومبوزيشن القديم بنعمل كنترول في بس من هون من هون جنب الكومبوزيشن موجود جنب هون بس بنكبس عليه بنكبس كنترول في بس نسخ لصق هلا انتسخوا اللايرات اللي بدنا اياهم فينا نحذف هذا الكومبوزيشن القديم هلا هدول اللايرات تبعت الفوتوشوب بنختارهم كلياتهم لانه ملف فوتوشوب يعني هو بالاصل كبير بقى اللايرات راحوا لبرا ما مبينين هلا بنختارهم كلياتهم اللايرات بنكبس كبسه اليمين ترانسفورم سنتر انشور بوينت بنساوي مركز توازن بالنص سنتر انشور بوينت ايه هلا صارت مركز توازن بالنص بنرجع بنعملها كبسه اليمين ترانسفورم سنتر ان فيو مشان يصير بنص الشاشه هلا طلعوا كلياتهم عندنا بالشاشه هلا بنصغرهم نكبس اس سكيل بنصغر على الحجم المناسب اللي بدنا اياه نحن
ايه بنكبس هون، بنكبس هون كبسة، بنرجع بنكبس على الوحدة اللي بدناها. هلا اول شيء رح نشتغل على كلمة مركز وكلمة رواد. هلا بنكبس على الكلمة على الليار بدنا اياه شو ما كان. كبسنا على الكلمة هي مركز، كبسنا عليها. هلا بنروح على هي البين تول، بنقص من هون 1 2 3 4 5 6، ما بنسكر الماسك بس هيك. لا حسب يعني، فيهم كل ما كتبتوا كل ما كان افضل يعني، بس مو كل الالات يعني، 5 6 اكثر شيء 6. هلا بدنا نكفي كمان. هلا خلصتوا تمام، ننتقل على اللي بعدها. هلا سوينا هدول النقاط، هلا بنكبس هون مشان ما يكفي ماسك تاني، لانه بدنا نعمل ماسك جديد. نكبس هون ونرجع نكبس على كلمه مركز، بنكرر خطوه. بكبس هون مشان يروح، ايه مكان فراغ، حيالله مكان فراغ، برجع بكبس على كلمه مركز. تمام. هلا هون برجع بساوي هيك هيك. عمل ماسك جديد مو؟ لا مو ماسك جديد، النقطة اللي نزلها تحت ما عم هلا إذا بتزوموا أكثر أحسن. بعد ما حددنا الأولى، بنكبس هون حيالله مكان فراغ، بنرجع بنكبس على كلمة مركز بين طول. لا لازم تكبس مكان فراغ، لازم بعد ما تخلص أول وحدة تطلع كي خلصت. هي أنا آخر وحدة بكبس هون حي الله مكان فراغ، وبرجع بكبس مرة ثانية. هلا ننتقل على اللي بعدها. بعد ما اخترنا هي الماسك الأول بنرجع بنكبس مكان فراغ، بنرجع بنكبس على كلمة مركز، نختار ماسك مثل ما بدنا الخط يمشي. هلا بحاجة الخط قطعك يعني عادي؟ كيف؟ نخليها بالنص. هلا اذا بدنا نرجع نشوف كيف راح يصير تأثير، بنشيل هي الستروك بنحطها هون عشان نشوف هلا كيف. هلا بس مشان نشوف كيف راح يصير الشغل الستروك. هلا هي الاولى، نحن راح نطبق الاولى هلا.
نجرب كيف نطبقها هلا. يلا هلا نروح نجيب الاداه الستروك، نروح على القائمه الايفكت، نكبس اس تي ار اوكي ستروك، نكبس عليها ونكبس ستروك، نكتب ستروك، نكتب نحن بنكتب بالقائمه هون ستروك. اي عادي طلعت عنا هاي الستروك، لك طلعت من تحت هاي، هاي طلعت تمام. هلا بنشيل هاي الايفكت، نعم بنحطها على على كلمه مركز، تمام بنحطها على كلمه مركز، بنشيلها من هون بنحطها على كلمه مركز، طلع عنا هون التاثير. هلا هون نحن رح نتحكم بكل ماسك لحال، هلا بماسك واحد يعني هاد هاد وهاد كلياته. هلا الماسك الاول هذا، رح نختار حجم الخط الابيض هيك، نكبر لحتى يختفي هذا الماسك هيك، من هون براش سايز، براش سايز حجم الفرشاة، نرجعه مثلا. هلا نختاره 50 بيطلع منيح، بيطلع تمام عندكم. لحتى يختفي طيب المهم هلا يختفي. هلا الستارت والاند هن اللي بيتحكموا بالبدايه والنهايه، طبعا شو هاي من هون لهون. هلا احنا رح نشتغل على الستارت، اي على الساعه، هلا بنكبس، بنكبس على الساعه هون صفر، بنقدم لقدام لبعد نص ثانيه، بنقدم بالعصايه لبعد شوي لهون، خلي صفر، بنقدم بالعصايه لعند الثانية. طيب لعند الثانية بنساوي الرقم 100، تمام. هلا بنرجع المسطرة لورا ونشوف كيف صارت. تمام ما كبسوا ساعة، نكبس مسطرة ونشوف، تمام. هلا رح نشتغل على الماسك رقم 2، ليك من هون هاي الكلمة تحت ريزيت، نكبس هون بيطلع عندنا كلمة ماسك 2، نختارها. هلا بنلاقي طبق التأثير نفسه، ما ولا لا لسه ما عندكم ما طبق. ايه اول شي بس بنظبط الماسك مشان ما يقعد يبين، بس اول شي بنظبط الماسك اذا مو ظابط. هلا بنكبس على كبسة الماسك، طبقناهم على الكل مشي لحالهم، تمام. هلا بنكبس كبسة الماسك اذا عنا نحن مساويين التنتين، بنكبس هون بس شوفوا هاي الكبسة بنكبسها هون، تمام. نرجع لورا بنشوف كيف صارت، هلا صاروا كلياتهم يصيروا سوا، يمشوا سوا. نعم تمام اوكي. بعد بنكبس مسطرة ونشوف كيف هو تلقائيا بيساوي يعني من ماسك الاول للماسك الثاني، بيشتغل على الاول بعدين الثاني. هلا كمان بنساوي ماسك رقم 3 هون، نكبس هون اول شيء، بنرجع نكبس على كلمه مركز، بنختار هذا الماسك من هون هيك،
بحيث يطلع كله يختفي. لا ما في اختلاف زياده في الميتين؟ لا لانه حسب لا في بالعكس في كثير شغلات بس انه هذا الشيء نحن عندك مثلا ابسط شيء اللي هو مثلا باور بوينت عندك اختلاف زياده في حتى لو اختار افكت في هيك شغلات مليان كمان. شلون يعني؟ ايه عادي لانه نحن مفعلينا فينا ان اي او تساوي 100 هاي اللي ما تساوي لا عادي. هلا بعد ما سوينا هي اول كلمة رح نرجع نعيدها من اول جديد ستروك عشان تزبط. لا بنحذفها بنرجع نعيدها. هلا نشيل لا هلا بدنا نحذفها يعني مشان نرجع نساويها مرة ثانية مشان نرجع نساويها من الصفر بس الستروك بنكبس عليها من هون بنكبس عليها من هون وبنحذفها. هلا بنجيب الستروك بنجيب الستروك بنرجع بنحطها على كلمة مركز. تمام هلا مش عم نرجع نسوي ما يكون في عندنا اخطاء بس هلا بنكبس هون على السهم من جنب كلمة مركز. ايه السهم ايه بنكبس على كلمة ايفكت. اذا ما موجودة بنرجع بنكبس نطوي بنرجع بنفتح مرة ثانية السهم ايفكت ستروك بنضل بنكبس السهم لحتى تطلعنا هاي القائمة. هلا هون رح نتحكم كل ماسك لحال مشان اذا الوقت حسب ما بدنا نساوي. هلا الماسك رقم واحد بنساوي البرش سايز. ايه بس تحت مشان نتحكم بالكي فريمات موجودة. طيب هلا بنروح على البرش سايز بنساويها انه 50 او 60 حسب ما بيمشي الحال معكم. طيب هلا سوينا البرش سايز على 50 بنكبس ستارت ساعة بنروح لبعد نص ثانية بنرجع بنكبس ساعة بكبس ساعة بقدم لبعد نص ثانية بقدم لبعد نص ثانية تساوي 100 تمام ايه ستار. هلا بعد ما سويناها بننزل لتحت بالسهم بالدولاب بنلاقي شكل عندنا كي فريمين تمام. هي للماسك رقم واحد بس لهي الخط هاد. هلا بنكبس على هي ماسك 2 لا ماسك 2 مشان نتحكم بشكل دقيق فيهم. هلا كمان نرجع بنطبق
بنرجع بنطبق على الماسك رقم 2. مهم بشكل كي فريمين جاهزين، بنشيلهم هون بنزحهم على اليمين. انو هي العصاية اي اخذتها عند الصفر بالبداية، اي بعدين مشي. لا هلا نحن هن جاهزين كي فريمين صح، بس خلينا نزحهم على اليمين شوي. هدول بس مشان تصير بعد الميم، مشان تصير هاي اول شيء وبعدها هاي، ما يصيروا كلهم بنفس الوقت. طيب هلا كمان بنروح على الماسك رقم 3. الماسك رقم 3 هي نفس الطريقه بتشوفوا. ماسك رقم 3 كمان الكي فريمات جاهزه، بنزحهم هاي. ليش؟ لا عم زيح الكي فريمات، عم زيح الكي فريمات بس. لا ما ضروري. طب هلا مع انه عم نضيع فيها، طب نسويها آل ماسك. معلش طب خلينا نسويها آل ماسك، ما راح تفرق كثير. هلا بيصيروا كلياتهم بيطبقوا بنفس الوقت بس واحد قبل واحد هيك بنشوف كيف. هدول كي فريمات اللي تحت تمام الحمد لله اخيرا. لا يعني قصدي هي اول مره انه بتزبط يعني مضبوط. شيخ انا حط معناتها حساوي آل ماسك، بس كبسه آل ماسك. هلا انت ناسخ كيف فريمات، انت ناسخ كيف فريمات. بس خلي بس كيف فريمات. لا لا هلا بطلنا نزيح هون. هلا كنا عم نشتغل على كل ماسك لحال. ايه يعني كان فينا نسخ هون بس هيك. هو بما انه لحاله بيعمل شيء يعني كل ماسك بالترتيب فايش يعني احنا خلص رح نسويك هيك يعني لحاله بيساويها. طيب تمام هلا انت ما عم تشيل الحال معك، اشتغل على الكونتا ثاني يعني ما بدك تشوفها. طيب تمام لا خلص بس خلي آل ماسك. ليش ما طيب هلا نطبق على كلمة ثانية. اشتغل عندك سهيل. هلا بنروح على كلمة رواد اللي اسمها لاير فري، بنروح نسميها الرواد. هلا بنروح على البين تول، بنرجع بنعيد كل الشغل اشتغلناه نفس الشيء نفس الطريقة. نعم اشتغل برافو. طيب هم منيح هلا سهيل. سهيل ركز هاي كلمة الرواد تكبس عليها، تكبس عليها يلا. كلمة الرواد حاج حمد تمام. هلا هاي كلمة العلوم التجارية والتنمية البشرية لا هي رح ما مشان ما نطول عليها، رح ناخذ لماسك هذا المستطيل نضل كالسين لحتى ننقيها ومنقص ماسك على قدها تمام. قصينا ماسك يلا رح هيدا. هاي الكلمة تبعيت العلوم التجارية والتنمية البشرية كبسنا عليها، حددنا الماسك هاد وقصينا.
هلا بعد ما قصينا هون الماسك هاد بنكبس بنص كبسة وبنكبس حرف الام. هلا بنكبس ام. بنكبس ام. كبسنا ام طلعت لنا الماسك با. تمام طلعت لنا الماسك با. بنكبس على الساعة. هلا بعد ما اخترنا الماسك بنكبس ام طلعتنا الماسك باث. تمام طلعتنا كلمة ماسك باث. هلا بنكبس على الساعة. كبسنا على الساعة صار عنا كي فريم. هلا ليكو هون. هلا بنقدم العصاية لبعد شوي لبعد بثانية تقريبا لبعد بثانية وبنكبس على المستطيل هذا الماسك بالنص كبسة. صار فينا هلا نتحكم بالماسك. لا كبسة على الكلمة على الماسك. يا الله انت عم تشير على الاسكريتر يعني شو بدك هلا. طيب هلا بعد ما هون اخترناها هلا بنروح على الماسك من الاخر من على جناب بنكبس من هون وبنكبس شفت اذا بدنا اياها تتحرك بشكل مستقيم وبنخفيها. ايه هلا لا سامع شيء كنترول زد. اول شيء لازم نكبس على السهم قبل ما نتحرك. تمام تكبس على السهم. هلا من هون بنكبس لا مو هيك من عند هاي النقطة. ايه من هون. تمام هلا هون احنا سويناها بمقلوب. هلا بنرجع بنحط هاي بدال هاي هاي بدال هاي وهاي بدال هاي. نبدلهم. هلا بنكبس مسطرة. نشوف كيف. لا تمام. هلا رح نعمل كومبوزيشن جديد بنختار المدة 5 ثواني مع انه احنا بدنا نشتغل فريم فريم. بنخلي الدقة 720 HD. تمام نزل المرة الماضية اشتغلنا عليه مجلد جديد اسمه مجلد جديد كان. لكن الفكرة لما نحن بناخذ زمن الفيديو هو بياخذ 5 ثواني عن نحن بدنا نشتغل عليه بس انه موجود انه بدنا ناخذ 5 ثواني بدنا اياها من اي مقطع. هو بياخذ اول 5 ثواني من الفيديو اللي نزلناه. اول 5 ثواني. تمام نحن بنقدر نمشي الفيديو الموجود لا بنقدر نمشي بلا. هلا عملنا كومبوزيشن الفيديو اخذ منه اول 5 ثواني. انا ما بدي اسمع اول 5 ثواني بدي 5 ثواني مثلا بالنص. نحن بنختارهم هلا هون مثلا. طيب هلا بنشوف طريقه. اخذ 5 ثواني بس. طيب. تمام انا بدي يعني 5 ثواني بعدها فيني انزح هيك فيني هيك اعمل اي موجود فيديو كامل بس هو عم بيختار اول 5 ثواني او فيني اكبس كبستين فيني اكبس كبستين مثل ما قلنا بقص من هون لعند المدى اللي بدي اياها بيقوم بصير ليكو القص من هون. تمام هلا من هون هلا نحن بدنا نساوي شو اللي بدنا نساوي هلا هون رح نقص بس الشخص يعني حتى لو هو عم يتحرك ما رح يبين غير شخص نساوي وراه خلفيه بيضه رح نبلش فيها. هذا الشغل كمان بالبين تول سهيل شو نزل. طيب هلا هون نكبس على الفيديو محل ما بدنا نبلش نكبس على الفيديو كبسه نكبس بين تول
هلا بنحدد الشخص. يلا ها تمام. لا والله بس يعني الدروس على الانترنت بيستفيد يعني الواحد لو بيشوف فيديو. هل هون اخترنا هذا الشخص تمام؟ قصينا بس هو يزن. لا طب سمع شوي. لا يمكن لعل بس انه قدمي رجع لورا كذا مثلا. تمام ما في شيء. بس استنى شوي هلا اشتغل. عم بيعلق. استنى شوي او قدم لقدام شوي. رجع قدم لقدام شوي. هلا بنشوف شخص عم يتحرك. نحن هلا رح نكبس على الام ماسك. ام طلعت عنا كلمة ماسك با. هلا بس اول شيء رح ننزل فيديو مرة ثانية. الفيديو رح ننزله مرة تانية نحطه بخلفية. تمام. هلا صار عنا فيديوهين. هذا الفوقاني نحن بس مشان نعرف انه كيف بدنا نقص. فينكم تشتغلوا بدونه بس عشان اذا بدنا نشتغل شغل دقيق. هلا بنكبس على الماسك باث. نكبس على الساعة. هلا كبسنا على الساعة. تمام. لا ما بدنا اياها هي الشيب. هلا بنقدم لقدام شوي. بنحرك يعني شوي صغيرة كتير. بنشوف كيف بده يتحرك. بنكبس كبسة بالنص. هلا بنحرك الماس هدول الدوائر معه. تمام. Hey guys. بعد ما حددنا الشخص اذا بدكم نقدم لقدام شوي لمحل ما بيرفع الفرد. ما مشكله بنرجع. قصدك نروح بالمسطره؟ طبعا شوي بنحذف الماسك. نحذف الماسك. لقبل ما يرفع الفرد بشوي. لقبل ما يرفع الفرد بشوي. نروح حدد الاول. الفيديو الأول نفسه. هلا من هون. تمام. هلا قبل ما يرفع الفرد بشوي رح نحن نحدد الشخص. نرجع بنحدده. لا ليك العصاية. هي اللي بنكبس على الفيديو من هون. بنزح من فرد كبسه بنزحها لقدام لهونيك. ايه هلا لهونيك زحي بس. طيب حط السهم هون. السهم سهم. ايه طيب. ايه حركي كمان. بترجع تحدده كمان. ايه تمام تمام بس حاجة. هنرجع للبدايه.
هلا بدنا نرجع نحدده قبل ما يرفع الفرد بشوي. طب ثواني شوي ها. اربع ثواني على الاربع ثواني وشوي. تمام. توقيت الفيديو الاساسي الفيديو. هلا بنحدده. اذا ما كنت ما تحددوا بشكل دقيق كثير مشان ما ياخذ معكم. بس نحن بهمنا عند ايده لما بيحرك الفرد هي بهمنا. هلا من هون المحل نرجع من كبس ام ماس. هذا اسمه ولا نحذف الفيديو تحته؟ حذف الفيديو تحته. نحذف. هلا بنحذف الفيديو اللي تحته. بنكبس ساعة على الفيديو اللي ضل اللي عليه ماسك. هلا بنقدم شوي. بنقدم العصاية. كبسنا ام الساعة. الماسك باث. هلا شكل عنا كي فريم. بنقدم بنكبر وبنقدم فريم فريم. بنشوف لحتى ما لما حرك ايده حرك ايده شوي بنوقف. بنكبس كبسة بالنص بنحرك النقط هدول. ما بيأثر المهم الطريقة تعرفوها يعني. هي بتاخذ كثير وقت ممكن تاخذ ساعات. كل فريم يعني كل صفة قصة 2 ثانية. لا ثواني شوي. هي شي بلاير. هي احذف شي بلاير شي ديليت كمان. هلا بنكبس عليها هاي وبنحرك العصاية. ما بتحرك العصاية؟ لا هو ايه سامع شيء. نعم. هلا هو مو بيرفع مسدس ليه ايد فنحن حددين لحد هون. عم تختفي ايده. ايه نحن رح نحرك كيف فريم فريم ببين علينا. طيب بنحرك كل اربع فريمات سوا. هي لما رفع ايده. ايه هون لما رفع ايده بنكبس عليه على جسمه كبسه. ايه وهلا بنحرك النقط. طب صغري هاي معلش صغرية. هلا هيك لازم تحرك العصاية. بس فيني شوف. طيب معلش انه ليش عم ما بتحرك شو صاير يعني؟ لا ما كان رافع ايده والله شغالة. طيب هلا هون طب بس طيب هلا انتوا اذا ضاعتوا يعني ضاعتوا نكبس على الفيديو نعمل له كنترول دي. هلا مو هون الفكره. مشينا فريم فريم مشينا لهون هيك لعند ما حرك ايده. تمام. بنكبس هون بنحرك هدول النقاط. هلا هيك هذا الشغل صح. انا اذا بدي اشتغل بشكل دقيق اكثر بكبس على البين تول بساوي نقاط جداد. النقاط ما بيروح ورا من محل ما حطيتهم بينشأوا يعني انشأته من هون من عند هاد كي فريم من ورا ما هم موجودين يعني ما رح ينتزع الشغل قبله. ايه صح. تمام سمعت. تمام مش حالة. هلا بنحط نقط جديده. بس طب شوفوا اذا ما زبطت عندكم بنحط النقط هيك من هي البين تول بنحط هون لحتى يطلعنا اشاره زائد بنحط النقطه بعدين بنحركها هيك. هم ما فينا نكرر كي فريمات يعني ما ضروري ما في يعني. هلا ليش يعني بدك تكرر كي فريمات؟ قصدك تحرك النقط هدول؟ كي فريمات هم ما لهم علاقه. لا اذا اشتغلت فيهم بيتخربط. هلا ضفنا هون. لا ثواني شيء لازم احذفي للماسك الرمبر 2. ايه نحن هلا بتكسع الماسك واحد.
ايه وتكسي هيك لحتى يطلع لك اشارة زائد هون. ايه حركي لهون. ايه هلا ليك هلا طلع زائد ليك حتى على الخط هذا بالضبط. ايه ورا هلا خلينا نرجع لورا نشوف كيف صارت. تمام ماشي. طيب هلا نرجع لورا شوي نرجع لورا من مشي يعني. طب خلينا نمشي بالعصاية. ما اشتغلنا مظبوط نحن لانه ما اشتغلنا فريم فريم. نحن لازم نشتغل فريم فريم تمشي مع حركة ايده. لانه ماشي الحال مبدئيا يعني رفع شو الفائدة؟ انت اذا بدك تقص شغلة او شغلة صغيرة معينة من الفيديو او اي مثلا ممكن ما تكون عم تتحرك ممكن تكون انت عم تصور وبدك تشيل هاي المروحة رح نساويها هلا. طيب ماشي خلينا نحذف تمام هاي الحركة. هلا خلينا نرجع ننزل الفيديو تاني مرة تانية. طيب تمام خلينا نحذف الفيديو ونرجع ننزل مرة تانية. طيب هلا احذف شو راح نساوي هون؟ انا بدي احذف هذا الشخص من الفيديو. طيب مو احذفه يعني انه راح يصير كانه في حيط بس ما في شخص. الله. شو راح اساوي هون؟ بس شو بدك؟ عم جهز يعني. هلا المهم هون هون هلا نحن بدنا ناخذ شقف من الحيط ونحطهم فوق الشخص. بناخذ شقف شقف بنضل بنحطهم فوقه لحتى يختفي. راح نعمل هيك هلا نكبس كنترول دي على الفيديو. لاير لا لا صعب لانه عم يتحرك وعم يحرك ايده. هلا بنخليها هيك هاي الكنترول دي. هلا بناخذ ماسك مدور من قسم الحيط. تمام هلا بنزحها هي هون هيك شوي. زحيناها نكبس اف في دار مشان ما يبين انه طبقة ثانية. طيب ما ضل كثير هيك. تمام هلا سوينا اول طبقة هي هي الاساس. هلا بنضل نعمل لها كنترول دي طول الوقت كنترول دي. هلا كنترول دي بنحركها شوي. كنترول دي بنحرك. كنترول دي بنحرك بنضل بنكررها. شفنا شلون صار الشخص اختفى يعني هي اذا بدنا نخفي هي كمان. اذا بدنا نعدل صوره بدنا نحذف شخص من جنبنا فينا نساويها هيك. يلا هي خلصناها. خفيناها على الاخر يعني. بس طبعا اذا ما كان الحيط معنا حيطان هيك مثله خلص يعني. تمام ما في داعي حتى نعمل ايه. لا بس يفضل نعمل لانه على التصوير ممكن بعد ما اخلص هيك اعمل طبقه وحده. لا ما فيني اعمل لون في دار بدك كله الشخص وحده لحال. تمام وهلا انا بدي ما زبطت معك. طب هلا بنساوي بسرعه. بس هلا بنعمل لها كنترول دي اخر وحده بنحذف الماسك. شو بيصير عنا؟ الفيديو القديم نفسه. هلا بنرجع بناخذ طبقه من الطاوله. ايه هلا هون بدنا ناخذ جزء من الطاوله مشان نخفي له ايده. يعني نحن فينا نحط سوليد مكان ايده مكان الخشب بس هيك بتطلع اضبط. هلا شو رح هلا بنرجع بنجيب الفيديو من اول وجديد كمان بنحطه فوق مره ثانيه. تمام فوق من فوق. ايه فوق بالضبط. طلع عنا الفيديو مره ثانيه. هلا بناخذ شقفه من الطاوله. اخذنا شقفه من الطاوله اختفى الفيديو. ضل عنا بس الطاوله هون بخفي له ايده
بعلي الفيدر شوي. هلا ناخذ اخذنا الطاوله. ايه انتو خفيتوها تمام. يعني هذا اذا عم نشتغل دقه اكثر هيك. طلع شو بنساوي. ماشي هي الفيديو تبعي الطاوله. بجيب البنتول بحدد الشقفه اللي بدي اياها من الطاوله. هلا بتكبس السهم بعد ما تحددها وبتحرك الشقفه تمام. هلا هون الشقفه بنعلي فيدر شوي بنساوي 20. بنعملها كنترول دي كمان كنترول دي بنحرك لتحت كنترول دي بنلاقي اختفت ايده. بنضل نعمل هيك طبقات لحتى نخفي ايده. وكمان فينا نخفي من هون فوق منضيف بنشوف اختفى هلا بشكل كامل. هلا هون بنظبط الطاوله يعني فينا نشتغل بدقه اكثر بيختفي.